اولا الباميه ما بتيجي تتورد للتصدير او عموما الاكل المصري بتبقى عباره عن اربع درجات. الدرجه الاول الاولى الصفر الزيرو، تمام؟ ده كل حجم من دي، كل حجم من دي لها درجه. يعني ايه بقى؟ يعني بص حضرتك، طوله ما دي صغيره كده تبقى محبوبه جدا في الاكل، وتاخد الفرز الدرجه الاولى في التصدير. هي كبرت، تمام؟ دي كده فرز الاول، دي كده فرز الاول، اه تمام وتتباع اغلى من الباميه العاديه. ايه بقى الفرق ما بين الباميه الصغيره دي والحجم الكبير اللي هناك؟ الحجم الكبير دوت بسيبه من اول السنه من يوم ما يتزرع، ما بجمعوش. ليه بقى؟ ده بيبقى تجاوي، عشان الزرع السنه الجايه بتخزنه بقى. اه ده بيدنه ما ينشف على الشجره، وناخده نفضي الحب اللي فيه، تمام، ويبقى تجوي، تمام، للزرع عشان السنه الجايه، تمام. ده اسمها تجوي هجين، من اول ما بنزرعها مش بنجمعها خالص. اما دي بتاعه الاكل العاديه الصغيره دي اللي هي بتبقى اكثر طلبا. ايوه دي بتاعه الاكل، تمام ان شاء الله. عايزين كده نقول بقى المقدمة بتاعتنا. اهلا وسهلا بيكم اعزائي متابعي ومشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان، معاكم النهارده في لايف جديد، وزي ما معودينكم ان احنا بنطلع لكم الحاجات المميزه اللي موجوده في محافظه الشرقيه. احنا النهارده في موسم جمع الباميه. طبعا عارفين ان احنا الباميه كلها طبيعتها هي بتشوك، بس هي بتشوك برضه لاسباب. ايه بقى الاسباب؟ اسباب شوك الباميه ايه؟ زرع كويس جدا، تمام، اه ما فيهوش اي شوك. ما بدهاش ميه كتير. يعني السبب ان هي فيها شوك يبقى فيها ميه كتير؟ اه فيها نسبه ميه عاليه، تمام. تلاقي السير نفسه بيعلى. انا يعني اللي انا اعرفه ان الباميه بيبقى الشجر بتاعها عالي. ده من كتر الميه تلاقيها بتشوك، السجر بيعلى، تمام، الانتاج بتاعها بيقل. الانتاج بتاعها بيقل، حتى الطعم في الاكل بيختلف. عايزين نعرف بقى موسم زراعه الباميه ايه؟ يكون امتى؟ موسم زراعه الباميه هو يعني بنبدا نزرعها في شهر 3، تمام بنحملها على زرع تاني او لوحديها، تمام. زرع تاني هو ممكن يكون زي ايه؟ حاجه موارح يعني ولا ايه؟ حضرتك انا كنت زرع الارض دي بصل، دي مكان بصل، تمام، في اخر ميه في البصل بروح زرع الباميه معاه، بعد كده اجلع البصل واسيب الارض فيها الباميه، ببدا ان انا احصد منها. بصل اخضر ولا بصل عادي؟ لا بصل عادي، بصل عادي ممكن تلاقي منه فايض في الارض، تمام. بتبدا هي انتاج وحصاد كده في اخر شهر 5، تمام. ده الباميه هي جميله جدا. بتعتني بقى بالباميه ازاي؟ اولا هي بتحتاج خدمه معينه، تمام، عشان هي مش هتهيج في الشجر وتعلى وانتاجها يقل، ان هي بتشرب مواد محدده، ليها خدمه معينه، مش بتاخد كيماوي كتير، تمام. بس حضرتك دي تختلف عن دي. ايه الاختلاف؟ دي حجم ودي حجم، ماشي. هل دي مثلا ممكن استخدمها في حاجه ودي نستخدمها؟ لا هي بتستخدم في الاكل بس، دي سعرها بيقل عندي، ولو راحت المصانع اللي هي بتصدر بتطلع دي الدرجه ودي الدرجه. يعني كل ما يبقى الحجم الباميه صغير كل ما يبقى هي سعرها اعلى. تمام. ومطلوبه، مطلوبه الاكثر طلبا في الاسواق. طبعا الصغيره دي. عايزك بقى وريني، وانت بتقطف بتجمعها ازاي؟ كده اهي سهله جدا، بتقطم على طول. اهي سهله جدا. لو انا هجمعها كده تبقى متعبه وتقطع الشجر، يعني كده تنتيش كده. لا شوفي جامده ازاي. اما كده اهي سهله جدا، بتتنيها. اهي قبل بقى لما يبقى يكون في زراعه في الارض، زراعه الباميه، قبل زراعه الباميه بيكون ايه موجود في الارض؟ ما قلت لحضرتك ممكن ازرعها ورا توم، او ما ورا بصل، تمام او الارض كانت خاليه، تمام، لان احنا هنا كارض عاديه مش موالح ولا ارض
بتتسجي بالتقطير، احنا طبعا بنسجي نظام غمر. تمام. فعندنا الزراعات الفلاحيه عشان احنا قريه وكده. تمام. ممكن نبقى زرعين خضار عادي، فجل وجرجير. تمام. نبقى زرعين ثوم، بصل، الحاجات دي. بعد زراعه الباميه بقى بتزرع ايه؟ بعد زراعه الباميه ممكن ازرع غله. تمام. غله. اه تمام. بيبقى في حاجه غير الغله ولا عادي؟ لا عادي زي ما حضرتك عايزه، يعني على حسب مزاج الفلاح. أوه. هو بيزرع براحته. اه هو عموما هنا طالما انا مش مخالف الدوره الزراعيه بزرع اي حاجه انا عايزها. حلو. يعني بص حضرتك، انا عندي دلوقتي الدوره الزراعيه مثلا رز، غله، ذره. تمام. في وقت ما بزرع رز بيبقى فيه قصادي ذره. طب انا مش عايز ازرع ذره، بزرع سمسم. تمام. اي حاجه تمشي مكان الذره، بحيث ان انا الارض بتاعتي جايه رز يبقى هي الدوره بتاعتي رز، طب جايه ذره تبقى هي ذره، ما اخالفش الدوره. تمام. حاجة أي حاجة تتزرع بس ما تخالفش الدورة بتاعت الأرض. ممكن أزرع بامية، أزرع أنا هنا زرعين قطن جنبنا. اه القطن ده هو موسم حصاد القطن يكون امتى؟ إن شاء الله يعني في شهر 9، آخر شهر 9 أو في بداية 10. حلو. تمام. عندي أرض تانية فيها اللب اللي هو عبات؟ لا اللب البطيخ اللي هو اللب السوبر. اللب السوبر. تمام. برضه زرعه. إن شاء الله. حمل معاه بصل. حلو. تمام. ده البامية بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. انت جميل. حلو ما شاء الله، ربنا يزيدك. حجم كويس. السجر نفسه مش عالي، لان البامية ديت يعني زرعة بعتبرها اساسية بالنسبة لي. كل سنة بزرع. حلو. زي الفل. زي ما حضرتكم كنتم متابعين معانا متابعينا الكرام، احنا النهاردة كنا موجودين في طبعا محافظة الشرقية، احنا بنميزها بكل حاجة حلوة، بالتحديد بقى في قرية الفددنة تبع المركز فؤوس. النهاردة كان موسم حصاد او جمع البامية، وعرفنا طبعا من الاستاذ احمد هنا ان البامية كل ما يكون حجمها صغير كل ما يكون الاكثر طلبا عليها، ومعلومة جديدة انا لسه عارفاها، كل ما يبقى الشجر عالي كل ما هو بيشوك على حسب المية. ايوه صح كده، معلومه انا ما كنتش عارفاها. ايوه كل ما الميه تشرب الباميه تشرب كتير، وكل ما هي تاخد خدمه كتير بسجارها بيعلى وبتشوك وبتتعب وبيبقى طعمها متغير حتى، وبتتعب يعني في الجمع كمان. يعني مش بتعب ده بس ملسه خالص. ما فيهاش اي نسبه شوك. انا واخده بالي. انا واخده بالي الشوك نهائي. في ناس تيجي تشتغل في الباميه كده تبص تلاقيها نهائيه بتتعور وبتشوك وبتكره الباميه كمان. لا اما ديت بالنسبه للباميه جميله جدا. تمام. انتاج كويس، حتى الحجم تلاقيه موحد، مفيش كبير وصغير الا يعني نادر. فول. بص تلاقي كله كده حجم واحد. يعني دول كلهم طلعنا واحد بس الباقي كله حجم واحد، وعرفنا اللي هو الحجم الكبير قوي دوت بيستخدموه للتقاوي. لا الحجم الكبير خالص. الكبير قوي اللي احنا شفناه على الشجره. شوفيه تاني. تمام. هنا كده انا بسيب عشان تعملوا تقاوي السنه الجايه. وبينشف ده بيفك لوحده، بيقع بيبقى جواه بذر اسود، ببدا اصفيه وانشفه واعينه للسنه الجايه ازرع بيه تاني. ده اسمها تجوي هجين. يعني ايه تجوي هجين؟ من يوم ما بتزرع ما مش بجمعها ولا باجي ناحيتها، بتبقى افضل انواع التجاوي، افضل انتاج. تمام. افضل في كل حاجه. يعني انا مثلا جاري لو هيبيع كيلو التجاوي ب 100 جنيه انا ببيعه ب 200 ب 250 كمان. ليه؟ تجاوي جميله جدا. على حسب اسمها تجاوي هجين، من اول ما بزرعها ما بجيش ناحيتها على حسب الجوده بتاعتها. انا طبعا بسيب كل سنه 4 خطوط تجاوي علشان يبقى متاح معاك السنه الجايه. تمام. شكرا جدا يا استاذ محمد، تزحمت على تصوير جميل ده، ربنا يخليك. تسلم. شكرا جدا متابعينا الكرام، ان شاء الله تنتظرونا في لايفات تانيه كتير. مع السلامه.